بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم شكيب قويدري، مختص في الدبلوماسية الاقتصادية ومتعامل اقتصادي، ممثلا للمترشح الحر عبد المجيد تبون. اليوم جيت نخاطب المواطن والمواطنة الجزائرية في موضوع يخص التجارة الدولية، يعني الصادرات والاستيراد وأثر التجارة الخارجية في الإنتاج الوطني وأثرها كذلك على المواطن في حياته ومعاشه اليومي. أولا، هناك سياق تاريخي لابد التطرق إليه، ألا وهو لما فوض الشعب الجزائري المترشح الحر عبد المجيد تبون في 2020 لحمل الأمانة والمسؤولية آنذاك، كان الميزان التجاري اللي هو الفرق بين ما نصدره وما نستورده، كان هناك كان يعاني عجزا كبيرا آنذاك، فجعل من هذا الموضوع من أولى أولوياته واهتماماته القصوى، فقام بعملية تأطير التجارة الخارجية. أول شيء، الشق الأول التجارة الخارجية، ألا وهو الاستيراد. من بين الأمور التي قام بها لضبط وتأطير عملية الاستيراد هو مكافحة أمر خطير جدا آنذاك، وهو تضخيم الفواتير. هذه الفوتر المغشوشة التي كانت تنخر في ميزانية الدولة وأموال الشعب لسنوات، فقام يعني الحد منها بحزم آنذاك، فهذه من الأمور التي قام بها. الأمر الثاني كذلك فيما يخص ضبط عملية الاستيراد وهو مهم جدا، هو حماية المنتوج الوطني. كيقول حماية المنتوج الوطني، هذا أمر مهم جدا، بحيث أنه كل عملية استيراد التي كانت فيما يعني في السابق وكانت يعني من كل الدول وكل منتوجات بدون ضبط، بدون يعني رقابة، هذا كلف يعني المنتوج الوطني، وكان يحدث هذا الأمر، يعني الاستيراد هذا بهذه الطريقة على حساب المنتوج الوطني. لما حمى المنتوج الوطني، وش هو يحميه؟ كان أو يحمي في اليد العاملة الوطنية، لأنه كل عملية استيراد هي عملية خلق مناصب شغل في بلد الذي نستورد منه، فعلى حساب اليد العاملة الجزائرية. فهذه العملية التي قام بها في حماية المنتوج الجزائري شجعت من الإنتاج الوطني، بحيث حمى اليد العاملة الجزائرية في هذا الصدد. والأمر الثاني، هذا بعد ما شفنا الشق الاستيراد الذي قوى به وأبرز به المنتوج الوطني، اللي صار هذا المنتوج الوطني هو استبدال لعملية الاستيراد، ولينا بدل أن نستورد نصنع محليا في كثير من المجالات، وطلعت في يعني قيمة المنتوج الوطني وأصبح ينافس وتنافسيته في الأسواق الدولية. هذا في الشق الاستيراد. في شق التصدير، الجانب الثاني لعملية للميزان التجاري، قام بما يسمى بتثمين الموارد الخام مثلا والمقدرات الوطنية، بمعنى أنه المنتوج المصدر كان دائما يحث الشركات أن تضيف له قيمة قبل أن تصدره. كي تضيف قيمة في المنتوج الخام، وش يصرى؟ يصرى أمر مهم جدا، هو أنه هذه عملية إضافة القيمة راح تزيد في قيمة المنتوج المصدر. مثلا لما نصدر حديد خام يكون قيمته معينة، لكن لما يعني نقوم بتحويلات لهذا المنتوج، لهذا الحديد، لحيث يصبح صالحا للبناء إلى غير ذلك، هذه العملية وش راح تدير؟ راح تضيف قيمة في الصادرات. الأمر الآخر، عملية إضافة القيمة وتثمين المقدرات الوطنية راح تشغل المواطنين الجزائريين في بلادهم. والأمر الآخر، راح تجني للجباية، تكون عملية تحصيل الجباية لتسمح للدولة بمواصلة الإنفاق العام ويعني التكفل الاجتماعي بالمواطنين. فهذه صورة عامة حول عملية أو فلسفة المترشح الحر عبد المجيد تبون فيما يخص إعادة التوازن للميزان التجاري. كاين أمر مهم جدا، كل ما يحدث أو يحدث في هذا في إطار التجارة الخارجية يحدث فيما يسمى بالإصلاحات المهيكلة، إصلاحات الهيكلية والمشاريع الاستراتيجية.
ما يخفركمش باللي مثل هذه الاصلاحات العميقه التي تؤصل لاقتصاد متين تاخذ وقت باش نشوفوا جميع الثمار تاعها، باش نشوفوا الفوائد والنتيجه تاعها. لهذا وفي نفس الوقت احتياجات المواطنين هي ضروريه وانيه، يعني الزمن ماشي نفسه، لكي يوفق بين زمن اللي نشوفوا فيه ثمار الاصلاحات الهيكليه وزمن اللي يكون فيه المواطن عنده رغباته وعنده حاجياته، كان هناك مشاريع وإجراءات للتكفل بالمواطنين في قدرتهم الشرائية، وكذلك مواصلة الدعم، وكذلك إجراءات مثل منحة البطالة اللي تدخل في هذا الإطار. يعني ما يش حاجة دائمة لجميع المواطنين اللي ما تبعتهمش باش يخدموا، العكس، أنه مرحلة مؤقتة ريثما نجني ثمار هذه الإصلاحات ويعني يصون بها كرامة المواطنين. لهذا ندعوكم للتصويت على المرشح الحر عبد المجيد تبون يوم 7 سبتمبر.